جئناك ملبينا، جئناك محبينا، تملأنا الأشواق أملا وحنينا. كرمنا بعطاك غفرانك رحمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حجاج بيت الله الحرام ولا لي الحلق الدين موحن شعلها إيمانتا إني نكسوا قاذن فضلك حجك إي عمرض أيلا ذهي، أما فضلك حجك أوليهي iyo qiimaha ay umradu leedahay. walaalayaal xajka marka laga hadlayo ama umrada laga hadlayo waa shay ilaahay uu waafajiyo dadka inta uu jecel yahay. waxaynu ognahay inaan karti lagu xajiyin. dad badan oo ka karti badan xujeeydan maanta socota ayaa xajka ilaahay uu qadaraa, ayuuna ilaahay u qadarin. dad badan oo karti leh ayuuna ilaahay xajka waafajinin. karti laguma xajo. waxaynu ognahay xoolo laguma xajo. dad badan oo maalqabeena ayuuna rabbi ilaahay beytkiisa waafajinin. waxaynu ognahay cilmi laguma xajo. dad badan oo aqoon leh ayuuna ilaahay beytkiisa waafajinin. waxaynu ognahay waxa keliya ee lagu xajaa ilaahay oo ku waafajiya, ilaahay oo kuu qadara, ilaahay oo subxaanahu watacaala kaa dhiga dadka ilaahay beytkiisa aadaya. walow yaadan hanti lahaanin, walow qof iska daciifa ahow oo karti badan aan lahayn, walow ahow qof aan aqoon badan lahayn, kol haddii min allaah bitawfiiqin min allaah بمعونة من الله هذا الشيء إلهي هذه أكو قدري أما أكو وافجيو واتقيس إلهي بيت كيسة. وحين ولا لي الأقنهي بيتكو إنو يهدو لكم إنو كي يالما يلي هدو لكم وقيمها بضنا من أطهر البقاع لكم يلي أكو ظاهر صنايا أكو نظافة بضنا إي إلهي أكو شعلاب كي يالا. وحين أقنهي وقت قال لحجيانا ووقت قي إلهي أكو شعلا أيا كتشيرو أودي عشر ذي الحجة أيابا كم يدا وليال عشر إلهي ويري وكرنا عرطي حيلي وكرنا عرطي بحاجك اللي تقيه. وحين أقنا هيدتك حاجك آذيانا ودني ذا اللبين تيدي يددك وقت قال نولا اللبين تودي بو إلهي حاجك وافتشية ودد قيمة لأي إلهي حاجك قينية. ولا ليال وعمل كالقبانا يانا وعمل إلهي لو قد واذو أعماشي أقو قيمها بضنيد. إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إلهي إنو إنا وافتشية، إلهي إنو إنك أقبله، إلهي إنو هوشي سإنو فضيذيو طاء ينو إلهي كبرينا سبحانه وتعالى. وحلي هذا هناك تسكب العبرات وتقال العثرات وتمحى سيئات وتستجاب دعوات. وهل كي دعاء لغو أقبلي، وهل كي المذا لغو قبيي، وهل كي الدنوب تلغو مسحيي، وهل كي إلهي ليس كل لغي إليس كل بهم بهيني. ولا لي الفضل حجك إيا عمرض أيليه كو. وحين أغانينا هرت حجك إنو يهي من أفضل الأعمال، عمل إلهي لقبت أعماش أغو فضلك بضن، وح إلهي لو قد واذا وح أغو قيمها بضن أي حجك يهي أو أكوك يهي. وحين كقرنين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديثك أبي هريرة أورين يا بخاري يا مسلم كقرن نبي محمد باكو تلمامي حجك إنو يهي أفضل الأعمال. أبي هريرة وحي لي يهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ نبي وحل لغو يري عمل كيبا أغو فضل بضن. فقال وحي الرسول كو يري إيمان بالله والرسول، إن إلهي إيه الرسول كي صلى الله عليه وسلم أغو فضل بضن. قيل وحل نبي لغو يري ثم ماذا ياكو سوحيك شهادتينك إيه توحيدك أيا أغو قيمة بضن. إيه أيو إلهي قفك دي أهل توحيدة نارتك موارو، إيجا أيو إلهي جنده جينا يقفك أهل التوحيد إلهينا وحيدية نبي محمد يؤدقونهينا رميصا الرسول نمذي سآمين سن إقرأي إلهي جنة أيو جينية عملك أقو قيمها بضني وتوحيدك يا كسو حيقا أيا ليري. قال وحو الرسول كيري صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، إلهي دريقي سأول لغو جهاتمو أو نفئي مال بالله رو أيا عملك لبادي كسو حيقا.
walaalayaal waxaynu arkaynaa qof naftiisiiba bixiyey inuuna maxaan ku yidhaa maal ku bakhaylaynin, inuuna waqti ku bakhaylaynin, inuuna aqoon ku bakhaylaynin, naftiisiiba wuu bixiyey oo ilaahay dartiiba uu bixiyey. Haddaba qodobka labaad waa aljihaad fii sabiilillah, waa camalka labaad ee ilaahay loogu dhowaaday ugu qiimaha badani, inaad ilaahay dartii naftaada u bixirto ood u hurto, inaad diinta ilaahay naftaada u bihurto ood u bixiso, waa camalka labaad weeye. camal waxaa la yidhi qiila uma maada, nebi maxamedow camalka ayaa ku soo xiga jihaadka. qaala rasuulku wuxuu yidhi xajun mabruur, waa xaj biri lagu sameeyey oo macsiyada iyo qudhunka oo dhan laga dhowray ama laga ilaaliyey. xadiidu abi hurayra oo bukhaariga iyo muslimka ku qorin wuxuu inoo caddeeyey xajku inuu darajada saddexaad ku jiro. tawxiidka ayaa ka horeeya, jihaadka ayaa ka horeeya, sida nambarka saddexaad acmaasha fadliga badan ee rabbi loogu dhowaada waa camalka saddexaad. walaalayaal, waxaynu ognahay axaadiista markaynu sii dhex galno ama markaynu aragno in mararka qaar lagu tilmaamaba afdalul-jihaad, jihaadka ayaa noocyo loo kala qayb qaybiyey. waxaa jihaad ugu fadli badan xajka mabruurka ah, axaadiis odhanaysa ama tilmaamaysa oo afdalul-jihaad ku tilmaantay ayaa jira, sida xadiidu caaisha, xadiidkii caaisha radiallahu tacaala canha. caaishi waxay tidhi annahaa qaalat yaa rasuul allah nara aljihaada afdalu lcamal nara aljihaada afdala alcamal afalaa nujaahidu. nebi maxamedow, jihaadka waxaanu u aragnay inuu camalun camalka ugu fadliga badan yahay, ee miyaanaan jihaatamaynin, miyaanaan dagaalamaynin annaguna? qaala wuxuu rasuulku ku yidhi laa, maya haddaad dumarka tihiin, laakiin afdalu ljihaadi xajun mabruur, jihaadka ugu fadliga badani waa xaj biri lagu sameeyey oo rabbi loogu dhowaaday ayaa ugu fadli badan oo ugu qiimo badan. riwaayad kale waxay leedahay qaalat, waxay tidhi qultu yaa rasuul allah alaa naqzu wa nujaahid macakum, miyaanaan haddaanu dumarkii nahay nebi maxamedow duulaynin, miyaanaan haddaad ragga tihiin idinka barbar dagaalamaynin? caaisha ayaa rasuulka sidaa weydiisay. faqaala rasuulku wuxuu ugu jawaabay laakiin axsanu ljihaadi wa ajmaluh, jihaadka ugu quruxda badan, jihaadka ugu wanaagsani waa alxaj xajun mabruur, xaj welibana biri lagu sameeyey, wanaag oo dhan lagu sameeyey oo macsiyada laga dhowrtay. faqaalat waxay tidhi marka caaisha, caaishi waxay tidhi markii nebi maxamed sidaa ku yidhi falaa adacu lxaja bacda id samictu haada min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, lagama yaabo ayay tidhi inaan xajka ka tago, lagama yaabo inaan xajka ka tago nebi maxamed intaan ka maqlay xajku inuu qiimaha iyo sharaftaa inuu leeyahay intaan maqlay, lagama yaabo dib dambe inaan uga tago xajka, waan xajiyuun. walaalayaal, qodobka koowaad ee xajku uu leeyahay waa inuu yahay horta min afdal alacmaal, acmaasha rabbi loogu dhowaado, acmaasha ilaahay lagu caabudo, acmaasha ugu qiimaha badan. alla wanaagsana qofka ilaahay u qadaray beytkiisa inuu soo xajo ama uu kacbadii soo dawaafo, xajkaana ilaahay uu uga dhigo xaj maqbuula, alla wanaagsanaayo qiimo badana. qodobka labaad walaalayaal, een isxasuusinayno, ma jeceshahay in dembigaaga ilaahay dhaafo? ma jeceshahay in dunuubta lagaa maydho? ma jeceshahay ilmo yaroo soo dhashay oo kale inaad noqoto? ma jeceshahay ilaahay hortiisa inaan wax laguu miisaamo oo macsiyaa oo dembiya inaadan ilaahay la hortegin? jawaabtaadu hadday nacam tahay, waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo xajka ayaa ka mid a. aynu ilaahay beytkiisa u xajinno, oo aynu maalka hurno, oo aynu dhibka u adkaysanno, oo aynu inagoo noolaynayna rukniga cadiimka ah aynu ku dadaalna inaynu ilaahay beytkiisa u xajinno. waxaa laga garanayaa xadiidu abi hurayra radiallahu tacaala canhu. bukhaari ayuu ku qoran yahay xadiidka abi hurayra, wuxuu abi hurayra laga wariyey qaala, inuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaquul man xaja lilah falam yarfuf walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuh, qofku haddii uu xajo, uu ilaahay beytkiisa u xajo, man xaja lilah, qofka ilaahay dartii u xaja ee istus ayna ka ahayn, ee ismaqashiin ayna ka ahayn, ee xaaji ha lagu yidhaahda ayna ka ahayn, waa man xaja lilah, ilaahay dartii qofka u xaja. falam yarfuf, aan rafsi la imanin iyo dumarka wax ku tacalluqa, walam yafsuq, aan fisqi iyo xumaanna la imanin, rajaca wuu soo laabtaa qofkaasi ka yowmi waladathu ummuh,
waqtiga uu hooyadii ay dhashay siduu dembi ka ahaa isagoo ka ah. Walaalayaal, waa bishaaro weyn. Haddaynu jecelnahay inuu Ilaahay dembigeenna dhaafo, haddaynu jecelnahay in dunuubta laynaga nadiifiyo, haddaynu jecelnahay in xumaha laynaga maydho, aynu Ilaahay beytkiisa tagno Ilaahay dartii inagoo u jeedna, oo istus iyo ismaqashiin iyo dadka waxba aan kaga rabin Ilaahay hor Ilaahay iyo habeen aakharo kiyo camalkeennu uu yahay. Xadiidkaasi bishaaro weyn ayuu inoo xambaarsan yahay. Waxaa la mida isla xadiidka xadiidu Camar ibni Caas ayaa la mida. Waxaa ka mid ahaa xadiidu Camar ibni Caas waxaa ku jiray inuu yidhi, falamaa jacala allaahu alislaama fii qalbi, Camar ibnu Caas baale islaamnimada markuu Ilaahay qalbigayga geliyey, markaan go'aansaday inaan islaamo, ataytu nabiya sala allaahu calayhi wasalam, nebi maxamed ayaanu imid, faqultu waxaan ku idhi rasuulka anigoo la hadlaya, ubsud yamiinaka fali ubaayicak, waxaan ku idhi midigtaada soo fidi aan kula bayca iyo heshiis gale. Fabasada yamiinahu, nebi maxamed baa gacantiisa ii soo fidiyey. Qaala, wuxuu Camar yidhi, faqabaltu yadii, gacantaydii baan dib u ceshaday, waan laabtay. Nebiga markaan idhi ii soo fidi gacanta aan heshiis kula gale iyo bayca aan kula gale ayaan gacantii rasuulka ka laabtay, buu yidhi Camar. Faqaala, wuxuu rasuulku yidhi, maalaka yaa Camar, Camarow maxaa kugu dhacay? Qaala, wuxuu yidhi, qultu waxaan idhi, aradtu waxaan doonayaa inaan ashtarita, inaan shardi qabsado. Nebi maxamedow, shardi ayaan rabaa inaan qabsado ayaan idhi. Qaala, wuxuu yidhi, tashtarid bimaada, maxaad shardisanaysaa? qultu waxaan idhi, an yakfira li, inuu Ilaahay ii dhaafo, ama an yukfara li, in layga dhaafo dunuubta. qaala, wuxuu rasuulku yidhi, amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qablah wa ana alhijrata tahdimu maa kaana qablaha wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablah. Waa bishaaro aada u culus isna. Nebi maxamed ayaa Camar ibnu Caas kule saddex qodob oo muhiima Camar u miyaadan ogey. Wuxuu yidhi, islaami maayo ilaa inaan shardi qabsado mooyaane. maxaad shardisanaysaa? buu rasuulku ku yidhi. wuxuu yidhi, dunuubtaydii horeen galay halayga dhaafo, marka waan islaamayaaye. nebigu wuxuu ku yidhi, Camarow, miyaadan ogeyn, miyaadan la socon, miyaadan ka warhaynin, ana alislaama yahdimu maa kaana qablah, islaamku inuu dumiyo wixii hortii jiray ee xumo ahaa oo dhan. haddaad islaamto adigoo dunuub galay oo dunuubtaasi ilaahay ay idiin dhexaysay, waa lagaa dhaafaya. wa ana alhijrata tahdimu maa kaana qablaha, Camarow, miyaadan ogeyn hijradu iyaduna inay dumiso horteed wixii la sameeyey. mar alle markaad hijrooto ayaa lagaa duminayaa oo lagaa dhaafaya. wa ana alxaja yahdimu maa kaana qablah, xajka miyaadan ogeyn wax alle wixii ka horreeyey oo dhan in lagaa dhaafaya isna. xajkana waa layskaga dhaafaa oo dunuubta iyo xumaha waa laynagaga dhaafaya. qodobka ayaynu u jeedna walaalayaal, waxaynu ognahay qodobka saddexaad waa qiimaha saddexaad, waa meziyada saddexaad, waa fadliga saddexaad ee xajka laga helayo. ma jeceshahay inaad qani noqoto? ma jeceshahay inaad maal qabeen noqoto? ma jeceshahay inaadan gaajo ka warwarin? ma jeceshahay faqri inaad kala tagtiin? ma jeceshahay daranyo inaad kala guurtiin? haa, hadday jawaabtaadu tahay, xajka iyo cumrada ku celceli ayaa lagu leeyahay. nebi maxamed waxaa ka sugan xadiidu cumar ibnu lkhaaab radiallaahu tacaala canhu, oo imaamu axmed iyo ibnu maajah iyo ay warinayaan xadiidkaasi. muxuu leeyahay rasuulka? waxaa ka sugan inuu yidhi, taabicuu bayna alxaji waalcumra, israac raaciya xajka iyo cumrada, fa ina almutaabacata baynahuma, iyaga oo laysraac raaciyaa ama israac raacintoodu, tanfi lfaqra, gaajada way anfidaayo meesha way ka saartaa. wadunuuba, dembiyada iyo macsiyadana meesha way ka saartaayo way anfidaa. kamaa yanfi lkiir, sidaa kiirka iyo buufimadu ay u anfido khabath alxadiid, birta dexalkeega iyo qudhunkeega oo dhan ay meesha uga saarto. walaalayaal, ninka buufimada haysta birta markuu buufinayo dexalkii iyo khabadkii oo dhan bay buufimadaasi ka qaadaa. marka dabka la geliye, la caddeeye, la buufinayo, wasakhoo dhan baa ka guuraysa. haddaba xajka iyo cumrada oo laysraac raaciyo, oo sanadka markaad xajta ka kale aad xajto, markaad cumraysata aad cumrada ku xijisiiso, waxa weeye gaajo way idinkala kaxaynayaan, gaajo waad is ilaawaysiin, dembina waa lagaa maydhayaa. waa laba qodob oo aada iyo aada muhiim u ah ayuu xadiidku tilmaamay. walaalayaal, waxa ino muuqata waa qodobka saddexaad ama waa fadliga saddexaad ee xajka laga helayo. fadli afraad ayuu xajku leeyahay, qiimo afraad iyo darajo afraad ayuu xajku leeyahay. waxa weeye waa kathratu citqi riqaabi fiihi min annaar, alla badanaa inta qoor naari ay u waajibtay in ilaa inta xajka lagaga xoreeyo. imise qof oo naar mutay, imise qof oo dunuuba waaweyn galay,
إمي سقف أو رب جود احترامي وياي إمي سقف أو دين توده وحي عبرنا وعي اللي يمد أيامرك أي حشان إلهي سبحانه وتعالى وكم يرى إلهي سبحانه وتعالى وكرافة حديث كان أنا شيعية وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عائشة أو مسلم في صحيح مسلم كقرن وحر الرسول كليه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء نبي محمد أياله ما لني مجرتو أي كبض أنت هيدتك إلهي أدون أنت إلهي حريو النار كحريو مالن تعرفا مالن لا نار ليس كحريو مالن تأغفرها بضن ويوم ويوم عرف ويا إلهي هاي نغ حريو نارها إلهي هاي نغ دافة دنوبته إلهي هاي نغ دافة وهاي نغ ديري فقرق إيقاتشاد إلهي هاي خاتمه ونكسن هاي نوغو خاتمه حديث كان نبي وحليه وإنه إلهي ليدنوه سودوان ثم يباهي بهم وحقفاني الملائكة ملائكة الضومذن حجك يمد الضومذن عرف فرديا وحلوغو فاني ملائكة فيقول وحقرنا يا ربي ما أراد هؤلاء كون محيدونيا كون بيتك يمد محيدونيا محي أجيدان سداس أيو ربي كليه ولا لا يال نارها ليس كغ حريه حجك هدا دانين ايسو اما اي قيمه بدن كولا لا دهي نارته لغا حري ولا لا يال الهي حجكيسا اينو باردينو انغون ريا اينا انغا اهين استوس اينا انغا اهين الهي ديرتي اي انغا تاهي فائده افراد او حجك اوليهي ايا جيرتا فائده افراد او حجك اوليهي ايا جيرتا فائده دا افراد وا طريق ودوين كجنده لو مرى هدي الهي طريق حجك او كوفرو هدو إلهي الباب كاحران أو كوفرو هدو إلهي حجك كوفو ضايديو وحال عكتا سارتي أغو ضريب طرق دي جاند اللومريي وحالاق قاتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث كأبي هريرة إي بخاري كقرن إيا مسلم وحو النبي قوليه العمر إلى العمر كفارة لما بينهما عمرض إلى عمرض كلا إنت لغا قاريو وحالاق قاعدا فيا دنوبتي لبدا عمر الحدود أضلا تمد والحج المبرور حجك برغ الله سميه إيه وناغ ليس له جزاء وح أباله أمصقنا إلا الجنة جنمو يعني هذا حاجته إلهي درتي أحجي إهل كاقبات كتكتي ومال كاقبات كتكتي وقوري كاقبات كتكتي ومحان كدار ودن غريبات كتحيباتكتي ودن قرنين ود كل ميسد ود كهباب يسد وعد أدلها صودا أما الله شاكي ستأذن هيني مركاسا طروفتا ايا دباتا دا ايو سفرك انتال ايك اياد او بادير داي الهي ديرتي ايينا كاتا اي اوغو هدبا ابالكا هوا چاننو چاننا دا ابالانا هين اوقفكا سي اولي يهي مجرو حوشيدا مغو عوغا ايا اسبدلا وحينو اوغنا هاي وفضلقا او حاجكو لي يهي قفكو حاج مركو يهي مغو عيسوا اسبدلا ايا هدو علي اهان جري مانتي حاج بالا اوران ايا انتو عملكا كوچرو ضيوف الرحمن بالا اوران ايا الله الرحمن كا ايكون كان ابورتي الله دتكي مرتدا او اها بل واحد كورن دا ولاليان قف مسكينه مدحوين هدو مانتا كمرتي غليو و يدا مرتي ان لهي هيبا جيرتا سدا اد كفلانيس انو كا ييليو الله الرحمن كا اميادن جعلين ان اد مرتديسا كبيرتو الله الرحمن كا اميادن جعلين ان ضيوفتيسا نقطو الله الرحمن كا اميادن جعلين ددكو مرتي قاديه ان اد كبيرتو الهي وحينو كبرينا سبحانه وتعالى الهي انو عملكا او ريدا انوغا الىاليو إنو اسم قشينتا إنوغا إلاليو إنو وحا إنغا داواعيا إنوغا دورو إلهي أيينو تاكا بريينا سيچان إلهي أو إنو سيو دنبيغن أو إنوغا دافو وناغو أوردن أو إنوغو قدرو كلمة ديني وحينو كسو قبا قبين إنا إنتا أيينو كسو قبا قبين هذا وبالله توفيق وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين